عرفنا كده على طول. تعدي السنين وتعدي الايام كده كلها وانا في حضنك. انا كمان يا حبيبتي نفسي تفضلي في حضني كده لغايه ما تنامي. ها اه حبيبي الله عليك وعلى ابن بابا. السلام عليكم يا معلم سلومه. اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استشكر يا ابو نزه غالي. ولا ريشه، هات كرسي وحاجه ساعه. لا حاج سلومه، الموضوع مش محتاج قعده ولا حاجه ساقعه. انا جاي اقول كلمتين واتوكل على الله. قول يا سيدي. انا رجعت للست صاحبه الشأن عشان اقول لها الكلمتين اللي انت قلتهم. صاحبه الشأن بتقول لك مش عايزه تكون خطافه رجاله من مراتهم. الست دي داقت كاس العذاب من جوازاتها الاولانيه ومش عاوزه تدوق اي بني ادم من نفس الكاس اللي هي شربت منه. يا جدع انت اقعد اقعد بقى. الله اقعد كده وصلي بينا على النبي. وبعدين كل الحاجات اللي انت قلتها دي مقدور عليها، سهله ومش مستاهله وحلها عندي. بقول لك ايه يا معلم سلوم، انت غاوي مط ولدت وعجني ليه؟ لوك 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 لوك، هما كلمتين ما عايزاشي ما رغباشي فيها يا معلم سلوم. تعيش فاهمك انت في الحريم يا استاذ شكري. انت راجل صعيدي يعني بتطخ على طول. وبعدين موضوع الحريم ده حله عندي انا. انت لحد كده وكتر خيرك، عملت الواجب وزياده، مش هنحتاجك غير في المناسبات وبس. احب على يدك الزفره دي عشان خاطري بقى. صدق مش عايزه فيه يا راجل، كل واحد هو حر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه غريبه، الراجل هيتجوز عليكي ولا ريشة؟ شوف الست تشرب ايه. مش عاوزة حاجة. ست؟ بقيت ست يا سلومة؟ ايوة ست. أم الراجل وبعدين أسره أحسن من طول. أمور يا ست نوال. عاوزة أرجع بيتي يا سلومة. أنت من أمتى ليكي بيت؟ فتشني فتش. الله، ما خلصنا يا سلومة وأنت اتشرطت وقلت لما وافق إنك تجيب لي درة أرجع البيت. وديني بقول لك أمين. وهو البلا اللي ربنا بلاني بيه اسم. ما كانش اتعزى يا ست نوال. وبعدين حكايه لمؤاخذه توافقي وترجعي دي انسيها، كل وقت وله كلام. دلوقتي جدد في الامور امور، وسبحان مغير الاحوال، اللي يجي لك يمين يروح منك شمال. يعني ايه يا سلوم؟ انسي. زي ما انت شايفه يا ست الكل، شرح وبرح ويجري فيه الخير، ده مش كده وبس، ده واخد نصيتين. لو في حنفيه تغسلي فيها الاطباق وتغسلي ايدك وتتشطفي كمان. اتشطف؟ هقول لك تعالي 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 اتفضلي. في احتاجينك في مغسله. ايه رايك بقى يا جماعه؟ محل بوقيتين وعلى شرعين والرجل هنا ماشي طوالي على طول شغاله يعني. نوت باد، نايس. تقول لك نايس؟ ها؟ نقول على بركه الله يا ست الكل. ما قالت لك نايس، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ I need a fake copy like this one. Okay. How much will it cost? 2,000 euro. Nice. It's very nice. Thank you. سلومة ده هو راجل ولا كل الرجالة، معلم من المعلمين بقى الحلوين قوي بتوع زمان. مركز وقيمة وسيمة وهيبة وفلوس. ده انت تتقبطي دراعه كده هو وتمشي تتقلطي على مخاليق ربنا وتتعنطزي عليهم. وانت حبة عيني مكسورة، اتجوزتي راجل مكحكح مات وسابك، لا تهنيتي برجال ولا تهنيتي بمال. لكن سلومة ما شاء الله، هو ان شاء الله ان شاء الله هيكون العوض ليكي بإذن الله. اسمعيني يا طنط، انت لو اتكلمتي معايا في الموضوع ده تاني انا هسيب عليكي كوريا. وبعدين انا ما اسمحش لأي حد انه يتطفل على حياتي الشخصية بالشكل ده. نعم يا اختي. ايه بتخوفيني بالست كوريا بتاعتك؟ لا يا حبيبتي انا ما بخافش يا عمر. وبعدين قاعده تكلميني بالنحوي
تقولي لي اتطفل وانا طفلاشي؟ لا خليكي قاعده كده هو زي الكلب، بوزك في بوسكوريا، محدش هيشمك ولا حد هيعبرك. اه ما هو اصل الفقر له ناسه، جاتك القرف عليكي وعلى عيشتك. ايه الحلاوه دي؟ اسم الله. اه قال سلوكه الزفت. قال بقولك ايه؟ من غير توتر، انا المره دي جاي لمصلحتكم مش ضدكم. احنا كان عندنا حمله في المنطقه، فقلت اطلع للانسه كوريا اقول لها ان تقرير الحي صدر، وفعلا البيت محتاج اخله وتنكيس. يعني الموضوع هيتحول لقضيه، انا كل اللي اقدر اعمله ان اخر لكم المحضر شويه انه يروح للنيابه، بس طبعا ده مش كتير لغايه ما تحلوا الموضوع. ودي هو انا الصراحه يعني ما عنديش تفاصيل كتير عن الموضوع، بس انا هبلغ كوريا. هي قالت لي صحيح انك كنت عايشه في الخليج مش كده؟ في الخليج. اه كنت في الخليج. طبعا فرق كبير بين العيشه هنا وهناك، يعني باين حتى على طريقه لبسك وكلام. هو فرق كبير الحقيقه. صحيح. طيب ده الكارت بتاعي، يعني لو حصل اي حاجه او لو حبيت تكلميني من غير ما يحصل حاجه. ميرسي، متشكره قوي. شكرا. انا سامع انك بتفتحي محل جديد وعامله افتتاح كبير. ده حقيقي. بس حضرتك عرفت ازاي؟ ما انا ضابط المباحث المسؤول عن المنطقه، لازم ابقى عارف كل حاجه. معلش سوري نسيت. طيب مش هتعزميني ولا ايه؟ ولا هعزم انا نفسي؟ لا اكيد اكيد، تشرفنا اكيد. تفضل. متشكر جدا. عن اذنك بقى، الكارت معاكي بقى، في تليفوناتي وكده. ماشي، عن اذنك.
فين؟ ما انت نازله كمان المحل بتاعك، مش هنسيبها لوحدها في البيت. طب ما تسيبها في البيت وتسكي عليها زي ما انا بعمل. تسكي؟ ايوه تقفلي عليها يعني. لا انا مش عايزه اقفل عليها، انا عايزه انزلها معايا اسليها وتسليني. يا سلام، تكونش يا اختي قريبتك وانا ما اعرفش. اه خالتي زي ما هي خالتك، and if you dare انزلي تحت في الحاره قولي انها مش خالتي. خلاص يا اختي هروح معاها وهنسيبك ونسك عليك هنا لوحدك. بقى كده؟ اه ماشي يا اختي روحي معاها. اه خديها احسن من حبستها برضك هنا. بس بقول لك ايه بقى والنبي يا اختي، بلاش عوجه اللسان ورطني بالاجنبي ده، ادام نويتي تنزلي استرزاقي هنا في الحاره النسوان مش هتفهمي، وانا من النهارده كل يوم بالليل اقعد معاكي شويه اعدل لك لسانك ده واكسب بيكي ثواب، بدل ما انت عامله زي النسوان لا مؤاخذه كده. نعم ايوه يو، يعني هي الدنيا هتتهد خير؟ عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نواله خالتي جارتنا. نعم عاوزه ايه؟ عاوزه اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. يا نهار ابيض يا الف نهار مبروك يا اختي. روحوا بلوا الشربات اواه. ايه استني يا خالتي، هو اي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القطع اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي، شرع ربنا محل للراجل اربعه، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا وليه يا عايبه؟ يا حل وسطك يا بعيد، لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله ثم تعالي هنا بقى، هو بقى يرجعك عشان كده؟ قومي من هنا زباله الحريمة دي. قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل، اطلعي يا اختي اطلعي، انا حق علي فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص، اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام وجلاكي، لكن ازاي؟ راجل كل عشته مع البهاي، اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده انت؟ حدك حشرك حدك بستك واحده وباقيه على جوزها، انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضه عشان الست جمالات، ما تسيبي صاحبة الشأن تقول رأيها، وانت لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة الشأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على دره عشان ما تظلمهاش، انا جايب الدره لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي، لا هي جايه بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايوتها حاجه. وبعدين معاكي